إخواني أخواتي متابعي وعشاق قناة أبارتمون فاس، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن كنتواجدوا في شونط كوس، غادي تشاهدوا معايا واحد الشقة اللي كتواجد في الطابق الأول. بطبيعة الحال كتشاهدوا معنا الأسانسور اللي في الدخيلة ديال الباب مباشرة. هاد الشقة هذه جاية شقة وحدة اللي أنفاز ليها، يعني جار واحد ماشي ثلاثة ولا أربعة في الميمو. كندخلوا على بركة الله، المساحة ديالها 124 متر اللي كتواجد في التيتر، جاية في موقع جد ممتاز اللي هو شونكورس، قريبة من البارك، قريبة من القنصلة ديال فرنسا اللي جاية شونكورس. هنايا هذه أبريس كات، فيها لاسانسور، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل. البداية ديال الدخيلة قلنا مباشرة بالخام الأرض ديالها، فيها ثلاثة ديال البيوت، فيها صالون كبير أو صالون وسيجور، كل واحد كيفاش بغا يلعب الفراش. دايرين ستيل مختلفين ديال القوس لي سبوت. غادي نحمل الناس خوتي اللي طلبوا لي في هاد الجهة هادي مساحات صغار. الآن هيا عرض من عروض ديالنا، هاد المساحة اللي كتواجد فيها 124 متر. غادي تشوفوا معايا الصالة الأخرى ديال البيوت وديال الكوزينة. كندخلوا مباشرة للكوزينة اللي غتشاهدوها معايا. بطبيعة الحال عارفين شونط كورس في هاد الكوازين كاملين اللي كيبني هنا شونط كورس، كيدير هاد الكوزينات اللي ولاو دابا عصريين أو موديرن. كتشوفوا معايا الكوزينة بلاهوت ديالها، بلاك ديالها، بلاستراسيون ديال الماكينة ديالها، وكذلك بلاستراسيون ديال الثلاجة. سانيتير من نوع الطراز الرافيع، كتشاهدوا قبالتنا ديال جيرمانيا. هنايا خوتي كندي فران، كاين البالكون اللي ديال الكوزينة، كتشوفوا معايا هاد الجليد ديال السبليون اللي كيتواجد في الأرض. هنايا البالكون قبعتنا، بالكون كبير، يعني الإنسان تالا بغا يدير فيه كريسة تجي مزيونة. وكيف ما قلت انها بحكم انها قريبه البارك ديال شونط كورس، انسان تيخرج عندها جلي ويدير لاماج. سمحوا لي نشعلكم الضوء، لا مكاينش الضوء. هنايا غادي يبان لكم فاسك كبير اللي بهاد لافابويات موديرن كيجيو مزيونين. وكذلك قبالتنا كاين كاين الحمام الدوش اللي بالكوليس كتشاهدوه، وكاين طواليت وراء البر. هذا الحمام الاول اللي كيتواجد في قلب الدار. كنمشيو كتشاهدوا معايا لانترفون كوزين ديال لانترفون كاميرا. وهنايا كاينين ثلاثه ديال البيوت، جاي واحد حدا واحد. هنا البيت كبير برك كتشوفوه معايا، اللي هذا طبيعة الحال عرفتوه ديال الوالدين. كتشوفوا البلاكا قبالتكم، لاستراسيون ديال الكليماتيزور كاين المكان ديالها. البيت تشوفوا المساحة ديالو كبيرة، وحتى الطريقة باش صوب الشباب بطريقة جميلة، جايين بحال الستيل ديال باركو مفتوحين كبارين، وجاي الواجهة جاية مزيونة. والمكانات خوتي قبالكم، هنا الحمام الثاني اللي كيتواجد في قلب هاد الشقة هادي. كاينين جوج ديال الكاكل اللي كيتواجدو فوق الحمام، وهذه المساحة ديال الحمام. غادي نوريكم حتى الطرف على من الداخل أنهم مجزئين ومطبقين. غنمشيو تشاهدو معايا البيت الثاني والثالث ديال الكاكل. ندخلو مباشرة لهاد البيت. هادي قبل ما ننسى راها دو فاصاد، بروميير ايطاج، فيها لاسانسور، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل، موقع ممتاز ديال شونط كورس. هنا بيت اخر كبير اللي حتى هو كيحتوي على البلاكار. الريدويات كاملين الكتريك، تيهبطو ويهبطو وتيطلعو ويهبطو بالضو. كيف ما قلت لكم لا سانيتير لا فينيسيو، من نوعية جيدة. كتشوفوا معايا طريقة ديال السخطة ديال البوطانية ديال الباب جودة. وهنا بيت آخر حتى هو كتشاهدوا معايا فيه البلاكا، يعني البيوتا كاملين بلاستراسيون ديال الكليما، وكذلك البلاكارات ديالهم وبرخام وفينيسيو مزيون.
هذه انت بالنسبه للمتراج ديالها 124 متر كيف ما قلت انها كتواجد في الطابق الاول، فيها لاسانسور، فيها باركينغ ديال الطوموبيل، اون فاس ليك ريجال واحد. بالنسبه للثمن ديالها ثمن 96 مليون قابله نوعا ما للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها ما عليه الا يحدد الموعد معنا. ومرحبا بكم، هنا كتشوفوا اخوتي كيف قلت لكم ان قبابنا جار ماشي جوج ولا ثلاثه، وشفتكم انكم وريتكم الباركينغ ديال الطوموبيل ديال سمحوا لي لاسانسور اللي تيهبط حتى الباركين لتحت. اخواني اخواتي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، والعديد من الناس اللي طاروا لنا في هذا الموقع كنتمنى انه يكونوا في المشاهده. حتى المدخل ديالها جميل ورائع، التخيله ديالها اللي يبغى يجي يشوفها مرحبا او مرحبا. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.